رمضان ويا شهر الصيام، أغدقت قلبي بالوئام، عادت بعودتك الحياة كالنور في جنح الظلام. ضيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام، تأتي لتمنحنا الأمل، نرجو لقاك على الدوام. أنواء نورك أشرقت على الخليقة والأنام، أقبلت بالأجر العميم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي في الإسلام، وبرنامج كيني العيش مع القرآن، وحن حلقة نيرسكو بنوغها اللي دونا معنى وحويان العيش بالقرآن في زمن القرآن. نلشى وقفك مؤمن كيلانو لهذا القرآن كا زمن كقرآن كا مركز زمن كقرآن كا وحن وجد شهر الصوم معايا لي وبشي لا يسود شي قرآن كا وبشي له القرآن كا وكرامي ويضن الكرامة يالتي وبشا إلهي سعد ونوغو شاقي أو نيدي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان. وبشر رمضان كإلهي وسود تشي قرآن كا أي وسود تشي دتكو أين كهنونان بشا على قين تلقى ين القرآن كلي لنا. وحين أقنا إلهي سبحانه وتعالى إنو يري إنا أنزلناه في ليلة القدر، قرآن كوحن سودجنا ليلة القدر بن سودجنا، وحين نقطة أشرف الليالي شهر رمضان بإلهي سودجي، وحين نقطة أشرف الشهور على وحو إلهي كسودجي قلب محمد، وحو نقضي أشرف الخلق وحا إلهي كسودجي لسودجي معنا وحو جبريل مركاسا، وحو نقضي معنا وحو يان أشرف الملائكة. مركز زمن كقرآن كشهر رمضان وأين على قد قرآن كأن للي لنا هاي نقطة على كدوا بله كلوردن وأين نقطة فيديو يرو هذا عجيب بدن داونة يين إن أفريكانا أو أهل القرآن أو لو رئيسنا يبا وحلا يد القرآن كم ساتكو ختنتا مركز أوحيد في كل يوم ين أختم لبدي مع المضوى وان ختما سبحان الله. مركز على ويديولر منذ معنى متى كنت تختم معنى أساسه كلا في يومين بالقرآن إما سمدة إنت لك بعد القرآن ككو ختم يسال لبا مع الموت. مركز على منذ 20 سنة لبا تنسنا ضاد كنت أختم القرآن في كل معنى وحوي يومين سبحان الله. منك ورئيسنا يبا وحويري وفي رمضان مركز على في رمضان في الليل والنهار ختمة ما الانتباه الختمه أيان أي أيان ختمه. وحلقة شيء قال الإمام الشافعي إنه يسقو ختمتين ختمة جري معنا وحوين رمضان تما الانتهاء بينك ختمة في النهار وختمة في الليل سبحان الله. كان إمام مالك رحمة الله تعالى عليه معنا بشر رمضان مركز سوق شو كان وحويان يطوي الصحف والكتب كلها وأولاب جري وكان يقبل على القرآن القرآن كبس أيو بشا قابل جري مركاسا وحورن جري هذا شهر القرآن وبشي قرآنك مركا بشا وحنفطي دينا في نبو قلنا صحينا يا إن أين قرآنك آدي آدي آد على قحق بدن الله يلنو على قدنا سناي نقطو معنى وحويا تلاوة وتدبرا وتذكرا وتفكرا بما فيه وتعمقا بما جاء فيه من علم وآثار وقصص. معنى على قد القرآن كلي لنا إنا نقنينو كليا على قيس كأخر يوضو ضبئا لكن إنو قطو على قكوهر تتلاوة إنا إنو أخرين تي سبادينو لأنو إنا إنو تلاوة دي سبادينو وعلى إنو أدون صدو إلهي سبحانه وتعالى وهو أما نيكو قرآن كي سادو أخرية وإلهي سبحانه وتعالى وكما يلبضينو نقوشي معنى وحويان إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إلهي حولي قلدا سيوحي رجيني أن تجارة مرنبا أن خسارة كترين وأكو كتاب كإلهي أخرية أيادو أخرية. طيب تلاوة دي سيساس على إنو أمري وكإلهي سبحانه وتعالى ويدي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوتي كتاب ككوة نصيني معنى وحويان تلاوة دي سحق أي أخريان. ما هي تلاوته الحق؟ تلاوة دي سحق وامحي وتحسين حروفه وتجويده والعمل بما فيه. وإن حروفتي سلسحو ولا تجويديو وسيو ناكسن لو أخريو وحويان أن أو نبي قاينا أمر صلى الله عليه وسلم ما ركتي جملوا أصواتكم بالقرآن أو حسنوا أصواتكم بالقرآن أو جملوا أصواتكم بالقرآن. قرآنك معنى كو قرحي عدكينا تاسوا علينا أمري تلاوديسا. لكن وحكسي مهم سن تلاوديسا العمل بما فيه إن إنو كو عمل فالله كتاب كان يوحكو يمد أو أينو معنى وحو إلهي كو أطيعنا أوامرتيسا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحو إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هداد مقشي له يا أيها الذين آمنوا له فرع سمعك إليه دقاها أرارعي معنى وحويان وخير يأمرك به أو شر ينهاك عنه وخيرك أمر يا أمشر كاربيو مركا لبضبا وحي أمرك أمر ينا لك لوحا كاربينا كتك. طيب مركا وحا كم ذا وحي أباها كلا إتلا وديسا أي معنى وحويان كو عمرين بشا إن إنو كو تدبر بما في القرآن وحا قرآن كقصوا عظو يوانو يعبر إن كنت تدبر وأين القرآن كيسكدافين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. علي ربي سبحانه وتعالى كتاب كان وكتاب نبي محمد أن كوكوسود الجني محال كوكوسود الشي أو معنى وحويا ليتدبروا آياته آيات كيس وأين أفر في سدان وليتذكر أولو الألباب وأي كوان توبان مركا كو عقل قالي مركا آيات كو في الفرسدان وأين كوان توبان كتاب كاربي سبحانه وتعالى مركا على قحوك بدن بان لي يلنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر رمضان ويقد ونيد بلاها كلا مركا قرآن كلا يقو حديث ابن عباس في صحيح البخاري كويا لو تلمام يي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس تدك كو قد يخسي سنبوا وحو الباء وكان أجود ما يكون في رمضان جود كي سيدق نمديس دقس نمديس وحي لا لا مجرتي رمضان تدحديدا متى حين يلقاه جبريل مركو جبريل لكل ما فيدارسه القرآن وقرآن كأول مدارسه لا أخريه. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة مركو جبريل لكل ما قرآن كأول لا أخريه رسولك حق دقس نمديه وحي أهان شرتي متك معنى وحويان يا ريسا دبيل آدو معنى وحويان حوارك آدي كسعوتا. طيب ساسو خيرك ودك دك شري مركا وحلا نقرب إن شاء الله تعالى علاقتنا مع القرآن وعيشنا مع القرآن في هذه الشهر المبارك إني نقطع علاقة خاصة إني نورد يوم يسمي سنو وما لن والبا إنو أخرنو معنى ضدك يوحي كحران تأودو دا قفكي ختم كرا في اليوم مرة وأينو ختمه أبينك يا مالنتي قفك في اليومين مرة ختم كرا وأينو ختمه قفك في ثلاث كو ختم كرا وأينو كو ختمه قفك في أسبوع كو ختم كرا وأينو كو ختمه قفك في عشرة أيام كو آخرين كرا مالي والبسد عجوز آخرين كرا وأينو آخريو. أقل شيء ما تقرأ في اليوم أن يكون جزءا واحدا جزء كلينا دخرده لكن جزء أذ وح بدن كبرته آيات كيس أدي بقول نقطه تفسير تاد مراجع عيسو معنى وح وين حديث فقصو عرورت النبي عليه الصلاة والسلام آيات كا تفسير كوا أدي بقول نقطه إن أذ مر كان نلش هذا كدك تشار رمضان نلل قرآن كا معنى وح وين قبل هذا قرآن كا كم مشغول صن إما تلاوة وإما تدبرا وإما معنى وح وين عاملا بالقرآن وإما متعظا بالقرآن ومعنى وحويا آخذا العبرة والعظة منه انت وإن أدمتك من النقطة
أو قرآنك وكون غضو وحكستو أو كلين تحدو آتلا هذا معنى وحويان أقبل على القرآن قرآن كايان معنى أسو جسنية هذا شهر القرآن إلهي با سبحانه وتعالى إلي معنى وحويان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين هبين مباركا سودتشيني وهبين كا ليلة القدر وبشا شهر معنى رمضان وبالمباركة قرآن كيوم مباركة يبش يوم مباركة مركي سلان يا حياة هذا مباركة وحين قلنا يعني إذا سلب وذا بركودان إلى أن يوحي سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك وكتاب بركيسا إلى هيبا بركي ملك الإله سبحانه وتعالى وككويري فاتبعوه لعلكم ترحمون وراعى كتاب كاس تبصعدا والله يذين معنا وحي الرحمة إلهي بعد هليسان لكن إن شاء الله تعالى العيش مع القرآن في هذا الشهر المبارك وأين ينون قطو وحي إن شاء الله تعالى أن كدقنا دستور نولاد وبشر رمضان أين إن شاء الله تعالى نرش نردن أين سينو قرآنك حتى قفكي برشدي سواء كوادك تاي إنو قرآنك برتو فاتحة برتو قفو تقو إلى هذا يقصح قرآنك معنى وحوة من قرأ حرفا من كتاب الله وحرف كلي قفك أخريا وكتاب قال لك ماذا طبعا حسن كل ابن النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا أجورت إن طالك إن عذي قياس كرين وألف بلا ميم حرف أي صد أجر ورقنتو ها معنى وحوة ينضيعين يا كناف إلهي وحمبري سبحانه وتعالى نفاي نفي نبا إن القرآن كعلى قفي عن بشان ليا لنو وأين برشدي سيبرستي سبا أين كد دالو وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.